أهلا بكم في حلقة اليوم. نتوقف عند الهبة التضامنية من كل الأطياف مرة أخرى مع صحفي في الجزائر، فإلى جانب الإعلاميين والناشطين تطوع نحو 60 محاميا للدفاع عن الصحفي عدلان ملاح الذي تم الإفراج عنه أمس وإن ما زال ينتظر المحاكمة. قبل أيام أيضا شهدت مدينة بجاية مسيرة سميت مسيرة الحريات وتم قمعها من قبل قوى الأمن. في حلقة اليوم نتساءل هل يمكن للجزائريين أن يتضامنوا أكثر مع قمع الحريات؟ هل يمكن لمثل هذا الحراك والتضامن الذي يسمو على الإيديولوجيات أن يحقق ما يسمى اصطلاحا الكتلة التاريخية التي تجمع كل القوى الحية على اختلاف توجهاتها والتي تنشد التغيير الديمقراطي مثل ما حدث في تجارب شعوب أخرى في التغيير الديمقراطي؟ هل يمكن للجزائريين ونخبهم بشكل خاص أن يتعلموا دروس التاريخ وتكون مثلا ذكرى اغتيال عبد القادر حشاني التي مرت أمس ذكرى للتفكر والتدبر واستخلاص العبر أو استخلاص العبر؟ معذرة، نتابع مشاهدينا الكرام قبل أن نبدأ النقاش حول هذا الموضوع هذا التقرير. حين يتبنى نظام غير شرعي ورجعي فكرة الدفاع عن الديمقراطية فإنه يتخذ من وراء ذلك ذريعة لإقصاء وتهميش الرأي المخالف، هكذا يقول المتابعون. فبعد الانقلاب على رأي وخيار الشعب في بداية تسعينيات القرن الماضي واللجوء إلى إفساد الجو الديمقراطي الذي وضع النظام قواعده، لجأ النظام مجددا إلى القمع كوسيلة لإسكات الأصوات الشابة التي آمنت بمشروع الديمقراطية. وكان سجن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ حتى قبل بداية الانتخابات، ثم التحول فيما بعد للتقتيل والتهجير كلها خطوات للاستفراد بالسلطة. ومن بعدها جاء اغتيال عبد القادر حشاني الذي تم من خلال تصفيته اغتيال كل طموح شبابي كفيل بتبني وجهة نظر مخالفة للسلطة. وكان أرباب الجزائر وقتها يتبجحون بنفوذهم وسلطتهم، ويعيد التاريخ أحداثه بصيغة مختلفة فيتلاشى الأرباب ويسطع نجم الضحايا. واليوم للجزائر السياسية أرباب جدد ينعتون مخالفيهم بالتبعية للخارج وبتهديد الاستقرار الوطني الذي يتماشى مفهومه مع استقرارهم، ويلجؤون لسجنهم وتعذيبهم دون هوادة. ويرى المتابعون أن لا شيء تغير في معاملة السلطة للرافضين للظلم والاستبداد ابتداء من التضييق إلى السجن ثم إلى التصفية الجسدية، ولكن المتغير الذي يشير إليه المراقبون بقوة هو هذه الانتفاضة التضامنية التي تمنح المسجونين والمتابعين قوة الحجة وتجعلهم ينتصرون على حجة القوة والظلم. لولا حبلات التضامن من طرف جزائريين، من طرف حقوقيين، من طرف وطنيين جزائريين اللي دافعوا عني ودافعوا عن شرفي، كان يمكن جدا أني نقضي سنوات في سجون الجزائرية وأمر عادي جدا. حملات التضامن والتجنيد الكبير للحقوقيين والمحامين والصحفيين كانت كفيلة بفرض فكرة التراجع على سلطة تفتقد للشرعية وتستمر في استعمال المقاربة الأمنية لمعالجة الاختلافات السياسية والفكرية. أنا مانيش حاب لعبها بطل، أنا لست بطل، الأبطال هما نتوما، هما الناس اللي عاونوني ما خافوش. نتوما فوزيت لي هيرو، لي هيرو سو لي جون كي سون فينو ايسي سو سوار ا مينوي ولا يستناونا في الحبس. أنا لست بطل، أنا شفت جورناليست سامبل خدم خدمتي. ولقد أثبتت الأحداث أن التضامن غير الانتقائي وغير المشروط بالتوجهات والحساسيات السياسية يفرض على السلطة التريث والاستماع والخضوع لمطالب المتضامنين. هذه هي الحقيقة التي يؤكدها المتابعون للأحداث في الجزائر. تقرير عبد الحي عبد السميع معنا بداية عبر الهاتف من الجزائر عدلان ملاح الإعلامي. عدلان ملاح، كنا سمع لك كنت تقول بأنه لولا تضامن من تضامنك لربما بقيت في السجن لسنوات. عدلان ملاح هل تسمعني؟ عدلان ملاح هل تسمعني؟ لا يبدو أنه يسمعني، سيحاول الزملاء العودة إليه. بالقاسم نايت صالح المحامي والناشط الحقوقي ينضم إلينا. بالقاسم نايت صالح، كيف تقرأ هذه الهبة وهذا التضامن ناشطين حقوقيين إعلاميين
وأيضا بشكل بارز تطوع العشرات من المحامين للدفاع عن 60 بالنسبة لعدلان ملاح، وأيضا تقريبا نفس العدد لبودياب وعبدو سمار. هي في حقيقة الأمر هذه قضايا ومواضيع تهم المجتمع، تهم كينونة الدولة والمجتمع الجزائري والأمة الجزائرية في قيامها ووجودها في العالم. قضية لماذا الهبة؟ لأن قضية هناك يعني صراحة هناك يعني تجاوزات خطيرة، وأنا يعني من المحامين الذي حضرت ودفعت وزرت الصحفي عبد الصمار ومروان بودياب، يعني هذه التجاوزات يعني شكل خطير، ويمكن للبلاد أن توفر على نفسها انتقادات دولية، لأن ما جرى للصحفيين يفرض على أي مواطن شريف في هذا الوطن. لأننا هنا نفتح قوس، أنا أقول لك ليس لنا وطن بديل، نحن جزائريا أبا عن جد وطننا هو الجزائر، وليست لنا وطن بديل نهاجر إليه، نحن لسنا لاجئين، نحن في وطننا نمارس حقنا في إطار القانون. ورأينا بأن قضية تمس حرية التعبير المكفولة قانونا بأسمى القوانين وهو الدستور، يعني هذه التجاوزات لا تخدم لا السلطة ولا مصداقية الدولة، فهي تضرب مصداقية في الدولة في الصميم وتفكك المجتمع. يعني أي دولة أنت تبنيها إذا كانت دولة ليست دولة القانون؟ نحن دفعنا ثمنا غاليا للانعتاق من قرن وثلاثين سنة من الاستعمار، ومن حقنا أن نكون أسياد في بلادنا في إطار احترام القانون. يعني قضية ما أصبح يعني نراه من قضايا تلفق يعني إلى الصحفيين والمدونين لها أبعاد يعني خطيرة. وبالتالي نحن كمحامين كان واجب علينا أن نكون في مقدمة هذا النضال، ونكون في مقدمة الدفاع عن كرامة المواطن سواء كان صحفيا أو مواطنا عاديا. لكن هذه النخبة التي أصبحت تستعمل ضدها العصا الغليظة، هي إذا ذهبت هذه النخبة لم يبقى للبلاد يعني إلا الصراع. وإحنا حذرنا من هذا الكلام، وقلنا بأن سياسة العصا الغليظة ليست بالوسيلة المنطقية والواجبة والموضوعية لحل حالة المشاكل في البلاد. طيب ابقى معنا بالقاسم نايت صالح، ينضم إلينا الآن عبر خدمة سكايب من الجزائر مصطفى بونيف الكاتب والمدون. مصطفى بونيف، هل تعتقد هذا التضامن، هذه الهبة التضامنية مع الإعلاميين بشكل خاص عبد الصمار وعدلان ملاح وبودياب وآخرين، هل هي كافية أم أن الجزائريين بحاجة إلى تضامن أكثر مع آخرين، مع جزائريين آخرين في قطاعات أخرى وبتوجهات أخرى؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا في البداية أحييك أستاذ جمال، وأحيي قناة المغاربية والمتابعين لنا في هذه اللحظات. يعني يبدو أننا فقدنا للأسف مصطفى بونيف، سيحاول الزملاء العودة إليه. بالقاسم نايت صالح، يعني عندما يشاهد الجزائريون، يتابع جزائريون، عندما يتابع جزائريون أن ربما بعضهم تضامنا مع عبد الصمار مع عدلان ملاح مع آخرين مع الصحفيين مع ما يبدو أنه قضايا لها بعض البروز الإعلامي، هناك ربما البعض له مرارات أنه من يشعر أنه ربما لم يكن هناك تضامن مع بالكافي مع أشخاص آخرين، مع بن نعوم مثلا، مع ناشطين شباب في مدن أخرى من الجزائر، مع مدونين
وغيرها، هل هذا النقاش مشروع في اعتقادك؟ هو إذا نظرناه من منظور الانتقائية في معالجة والتضامن مع هذه، يمكن للشخص أن يحس يعني، وهذا شيء طبيعي، ولكن أنا أقول لك بأن كل القضايا اللي متعلقة بالمظلومين والمقهورين ويعني الذين يتعرضون لأبشع، وأنا من الأشخاص هذو اللي تعرض إلى مضايقات كبيرة، لكن هناك أحرار في هذا الوطن يتضامنون ولو يعني بأضعف الإيمان. القول بأن الجزائريين لا يتضامنون هذا شيء يعني مردود عليه. أنا أقول لك لدي زملاء وننجم نذكر أسمهم، من بينهم أستاذ صالح دبوز، أستاذ مقرينيت العربي وآخرون، يعني يتضامنون، هناك صحفيين يتضامنون مع، هناك ممثلين، هناك ناشطين، هناك يعني حتى مواطنين عاديين. صفة هذا الشعب مهما قلنا فيه أنه شعب يتضامن مع المظلوم ويتضامن، لكن أحيانا لا يبدو للعيان هذا بارزا، ولكن لما تحين ساعة فإن المواطن الجزائري، الجزائريين كلهم يهبون إلى نجدة وحماية بني جدتهم. وهنا يعني قضية الصحفيين متعلقة بقضية كبيرة وهي حرية التعبير. حرية التعبير يعني هي صمام الأمان واستقرار لأي مجتمع وبلد. طيب خليك معنا سي بالقاسم. أستاذ بالقاسم لو سمحت أعود إليك. مصطفى بونيف تفضل بالإجابة، هل هذا التضامن كافي في اعتقادك ما بدا، أم أن الجزائريين بحاجة إلى تضامن أكثر؟ طبعا الجزائريين بحاجة إلى تضامن أكثر أستاذ جمال، لأنه قلت ما نعيشه الآن من أوقات عصيبة جدا. نحن توقعنا بأن حالة قمع حرية التعبير وقمع الصحفيين هذا يعتبر من المراهقة السياسية التي يفترض أننا تجاوزناها بكثير، في نصوص حتى في نصوص دساتير في الدستور الجزائري ينص على حرية التعبير، وحتى أنه في 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 آخر مناسبة احتفالية بيوم الصحافة العالمي السيد الرئيس قال بأنه الصحفيين هم تحت حماية الله والدولة والقانون، ولكن فوجئنا عشية الرسالة يعني وقع ما وقع مع بعض الصحفيين والإعلاميين الذين أودعوا السجن. يعني فمن المفترض أن تكون حرية الصحافة في وضع أفضل وفي وضع أجمل. نحن نعيش الآن في عصور متقدمة، لأن يعني المفروض هذه السلوكات تجاوزها الزمن. فالشعب الجزائري حقيقة بحاجة إلى أنه يلتفت كثيرا إلى هذه النقطة لأنها أهم من الخبز. هناك كثير من الضحايا الذين سقطوا في الصحفيين، يعني الذين سقطوا بعض او اصحاب الراي، لما نحصرش الامر فقط على الصحفيين ولكن على اصحاب الراي بشكل عام، دفعوا من ارواحهم ودفعوا من حريتهم الكثير. اظن انه الان ان اوان ان نجني ثمار تلك التضحيات، وان يكون يعني الجزائري يشعر بحريته اكثر. يعني اكثر اقدس شيء واقدس الحريات هي حريه التعبير التي لا يجب ان تقمع بهذا الشكل وفي هذا الوقت بالذات. هل 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 المشكلة عندما نقول، هل نعمم عندما نقول جزائريين، أم أنه ربما إن كان هناك جزائريون معنيون بشكل خاص بهذا النقاش، نقاش التضامن والتضامن الانتقائي والإيديولوجيات وغيره، هي نخبة الشعب كما تسمى بين قوسين، حيث يبرز فعلا هذا الموضوع؟ ولو أننا يعني المثقفين جميعا يجتمعون تحت شعار واحد والمقولة فولتير قد أختلف معك في الرأي، ولكن سأقاتل من أجل حريتك ومن أجل حرية رأيك. فيفترض بأنه مهما اختلفت المذاهب والمشارب والأفكار والمواقف، لكن جميعا يجب أن نقف يدا واحدة، اليد في اليد، من أجل حرية الجميع. فلا يجب أن تكون هناك طبعا تضامن انتقائي مثل ما وصفت الآن، التضامن لا يتجزأ، يفترض أن الجميع يتضامن مع الكل، مع الجميع. فالظاهرة سلبية جدا أننا ننتقي مع من نتضامن ونختار مع من نتضامن، وأعتقد أن هذا من الأساليب المخادعة التي تنتهجها بعض الأطراف في إطار سياسة تفرق تسد. الحرية لا تعرف تجزئة ولا تعرف هذه الظاهرة، ظاهرة التشرذم إلى غير ذلك. في الحرية نحن واحد، في الجزائر نحن واحد.
طيب هذا يقودنا إلى طرح هذا السؤال إلى مريم سعيداني عضو المكتب الوطني في حزب جيل جديد. مريم سعيداني، هذه المظاهر مظاهر التضامن على ما فيها وما عليها، يعني هل يمكن باختلاف توجهاتها الإيديولوجية، ما حدث مثلا في مسيرة الحريات في بجاية وإن قمعت من كل الاتجاهات، هل يمكن لهذا الحراك لهذا التضامن أن يرقى لتحقيق ما يسمى اصطلاحا الكتلة التاريخية التي تجمع قوى مختلفة بتجارب شعوب أخرى ولكن تصبو إلى هدف واحد وهو التغيير، التغيير الديمقراطي؟ هل يمكن أن يتحقق؟ هل هذه بوادر ذلك في رأيك؟ مساء الخير. اولا خليني نحيي يعني نحييك ونحيي الزملاء يعني المتدخلين، واولهم يعني عدنان الله، ونقول له يعني عوده ميمونه للعمل تاعك في انتظار يعني ان العداله تحكم يعني لصالحه ويكون مرتاح البال. اليوم يعني هذه الهبه التي نشهدها في الساحه الوطنيه هو بوادر تغيير يعني ايجابي. اذا اليوم كاين بزاف يعني الاشخاص من كل المشارب تضامنوا مع الصحفيين دون ان يكون هناك يعني غطاء ايديولوجي لاي من المتضامنين، فهذا يجب ان نضعه في حيز الاشياء الايجابيه التي نراها في ظل الحاله يعني الكاوتيك يعني اللي راهي تعيشها الجزائر. جديد حتى يعني حزب سياسي يعني لا يذكر كثيرا اننا ساندنا الصحفيين، لكن الحزب تاعنا ساند الصحفيين، يعني كنا وقفنا امام المحاكم ورحنا تنقلنا حتى الى مدينه قسنطينه، وكان يعني وجود لنا عبر بيانات وعبر وقفات يعني حتى الميدان يعني. طيب خليك معنا مريم سعيداني، استسمحك ابقي معنا لو سمحتي. عدلان ملاح الاعلامي انضم الينا الان. عدلان ملاح، بدايه لو وضعتنا في صوره ما حدث لك، ما مررت به في السجن. السلام عليكم. سلام. بالك الكلمه الاولى نقول لك، نقول لك الله اكبر على الشعب الجزائري، الله اكبر على الحراير، الله اكبر على الرجاله، الله اكبر على الصحفيين، الله اكبر على الحقوقيين، الله اكبر على خاوتنا اللي في الداخل وخاوتنا اللي في الخارج اللي تضامنوا معنا، الله اكبر على الزواوله اللي تضامنت معنا، الله اكبر على كل فحل تضامن معنا. ما حدث لنا هو درس لهذا النظام عدنان ملاح؟ يبدو اننا عدنان ملاح، هل تسمعوني؟ يبدو أننا فقدنا عدلان ملاح، سيحاول ربما الزملاء العودة إليه. بالقاسم نايت صالح، أنت كنت تقول بأنه عندما يجد الجد الجزائري عموما الجزائريون يتضامنون مع بعضهم البعض، ولكن هل الجزائري تعلم، هل الجزائر كلها تعلمت في اعتقادك دروس التاريخ؟ كأمس مثلا كانت ذكرى اغتيال حشاني بكل ما لدلالات ذلك وحمولات والعودة إلى ماضي أليم لجزائر غرقت في الدم والدموع بعد تجربة ديمقراطية كانت تعد تم الانقلاب عليها. هل في اعتقادك الجزائريون بكل معطيات الحالية بهذه الهبات بهذا الحراك تتعلم الدروس في اعتقادك؟ يعني أن تتعلم دروس، لأن أنت لك مجتمع يعني فيه من الأمية، فيه من الاختلاف، يعني فيه من التشرذم احيانا، يعني فيه من الامور التي يعني تجعل الاخذ بالوعي شيء صعب. لكن انا اعطيك اشاره انا اؤمن بها حول هذا مقومات هذا الشعب. يعني انظر الى الشعب، يعني رغم كل ما يعانيه الا انه يريد ان يبقى دائما يتحرك في إطار السلمية، وهنا الوعي. عليك بالرجوع إلى مدرجات الملاعب، أين ترى أن الشعب واعي بأن خطاب حتى أهازيجو؟ أنا لما أشوفها أقول بأن الشعب الجزائري واعي.
رغم ما يعانيه رغم طيب، ولكن هل في اعتقادك نخبة هذا الشعب واعية؟ المصيبة في النخبة، النخبة مزيفة في أغلبيتها، مزيفة أو مصطنعة، وهي التي تقف في الواجهة وتركب الموجة. أما النخبة الحقيقية فهي معزولة، مهمشة، مفقرة، يعني مضطهدة، متابعة. ها هو الحقيقة. أما إذا تكلمتني عن النخبة التي أصبحت تكون دكاكين سياسية، أنا أقول لك هذه نخبة مزيفة ليست لها علاقة بالمجتمع ولا الشعب. طيب دعنا نأخذ هنا ربما رأي مريم سعيداني وهي قيادية في حزب سياسي، ما رأيك في هذا الكلام مريم سعيداني؟ يعني لا أدري ماذا من تقصد النخبة. إذا كنت تقصد النخبة يعني الإطارات، ما يسمى إطارات في جبهة التحرير وفي لارندي، فهذه يعني ليست نخبة. نخبة سياسية، نخبة يعني ثقافية، نخبة ليس في لارندي ولا في لارندي، نخبة في المعارضة كذلك. نعم يعني قلت لك يعني هم يعني من يعني يعني اللي راحتهم في زمام السلطة في الجزائر هو هذا النوع من الناس. ولكن النخبة الحقيقية، النخبة التي عندها يعني من الرصيد العلمي ومن الرصيد النضالي ما يمكن لها أن يعني أن تغير أشياء في البلاد، فهي مهمشة، وهناك يعني كثير من الحواجز البيروقراطية التي تمنحها من التبرد في يعني في المواقع. ومثلا في النخبة السياسية هنا الحصار معمول على الأحزاب التي في المعارضة، لا يمكن يعني أن تعطى لنا الرخص، وتحركاتنا كلها يعني محدودة، ليس لدينا يعني الدعم المالي. لهذا يعني هناك أشياء تخنق النخب الحقيقية في الجزائر. من أجل هناك تبقى الرداءة هي التي تحكم في الجزائر، ولكن هناك بوادر تغيير تأتي من هذه الأمثلة التي نراها كل يوم. يعني الحراك هذا الذي نراه في الساحة السياسية وعند الصحفيين وعند يعني الكثير من يعني الأنشطة، عند أطباء، عند نقابيين، عند الكثير من يعني المجالات في الجزائر. هذا بوادر يعني تغيير حقيقي يأتي من العملية التراكمية التي اكتسبها المناضل الجزائري في كل الميادين. هذه التراكمات من العشرية السوداء إلى عشريتي الرخاء في النظام الحالي، ويعني قليلا وبشيء من يعني من الإرادة. اليوم راهي تحاول تعمل مع أنفسها، تحاول أن تجد السبل وطرق من أجل يعني تغيير حقيقي في الجزائر. علينا اليوم أن نعمل في مجموعات، علينا على النخب هذه الموجودة في مختلف المجالات أن لا تبقى يعني منعزلة، كل في أن تتواصل، عليها أن يعني أن تظافر الجهود نتاعها من أجل بناء واقع حقيقي يمكن أن يؤدي للجزائري بالعيش في عيش رغيد في جزائر الغد. طيب ابقي معنا لو سمحت مريم سعيداني، فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود لمتابعة النقاش. أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة. عنوانها الرئيس: قمع الحريات، هل الجزائريون بحاجة إلى تضامن أكبر؟ مصطفى بونيف، هل الجزائر بحاجة أيضا، أو من يريدون التغيير، من يسعون إلى التغيير، المحاجة إلى مقاربات جديدة كذلك؟ أنت ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك شباب، هناك حركية، هل هناك كذلك حاجة إلى مقاربات جديدة، ربما إلى نخبة جديدة، إلى طبقة سياسية جديدة بخطاب جديد لمواجهة سلطة تتهم بأنها أركائية من عهد الأبيض والأسود؟ أنا أتفق كثيرا يعني تتكلم عن وعي الشباب الجزائري والذي لم يساووا حتى في مدرجات الملاعب،
تلمس ايضا ان هناك ايضا وعي في 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 لما تقرا ولما تتابع مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات وكتابات وتدوينات الشباب الجزائري في هذه الفضاءات، وربما حتى من خلال استغلال الكثير من الشباب للمنابر الحره المفتوحه في هذا الفضاء، من ضمنها قناه المغاربيه مثلا، نرى نشوف دائما هناك مداخلات من طرف نخبه الشعب الجزائري من اساتذه جامعيين ومن صحفيين ومن نشطاء. فهناك الوعي موجود بكل تاكيد، ولكن نحن كنا نترقب وكنا نتوقع ان تكون هناك رده فعل من الطرف الاخر انها تزيد تفتح المجالات اكثر. طيب، يبدو الخط يتقطع، لا نسمعك مصطفى بونيف، سيحاول ربما الزملاء إصلاح الخلل. أعود إليك بالقاسم نايت صالح، كنت تقول الدكاكين سياسية وتشكك في الطبقة السياسية، بعض الطبقة السياسية، أليس في المقابل مثل هذا الخطاب كذلك قد يكون ربما خطاب فيه نوع من التثبيط ونوع من أيضا من الانقسام كذلك؟ أليس ربما الخطاب الأفضل الآن تلتقي كل التوجهات، كل المبادرات في مختلف القطاعات لتحقيق هذا التغيير أفضل؟ هو أكيد لابد أن تتلاقى كل الطاقات الحية والإيجابية داخل المجتمع لتحديد الطريق إلى التغيير، لكن الإشكال يقع في من هم الأشخاص الذين هناك. يعني أنا لما أقول دكاكين سياسية، الواقع هو الذي يبين بأن كل هذا النشاط وكل هذه المساحات ملغمة بالمصالح، ملغمة بانعدام الشفافية، وملغمة بعدم وجود بديل. يعني كل واحد يقول لك أنا أمتلك الحقيقة المطلقة، وهذا غير ممكن، غير ممكن. لابد أن نعمل على بعث وعي جديد لدى المواطن. لما يكون عندك مواطن واعي، أنا أي مشروع تطرحه إلا وتلقى الإدماج والاندماج على المواطن في هذه المشاريع. قضية الدكاكين السياسية، أنا أقول لك صراحة وأنا لا أخجل عن قول بأنها دكاكين سياسية، الكلها تجري وراء المناصب، يعني لا تطرح بديل. المواطن هناك شك وريبة من المواطن اتجاه هذه الدكاكين السياسية، لأن ما يريدونه هما، يعني كل مرة يطلعوا لنا في الانتخابات ويطلعوا لنا. أما العمل اليومي كيفية يعني أخذ مشاكل المواطن والمجتمع وفتح قنوات. طيب، ولكن هل يمكن تحقيق هذا التغيير بعيدا عن هذه الدكاكين السياسيه كما رايت، ام هناك حاجه الى طبقه سياسيه؟ هل يمكن خارج الاطر السياسيه تحقيق هذا التغيير، ام انه بالتجارب المفروض يعني المشاريع السياسيه هي التي تحمل التغيير؟ انا اقول لك ما يجري الان من حراك بين لك وتأكدك بأن هذه الدكاكين أصبحت يعني تجاوزها الشعب وتجاوزها المجتمع، لأن أصبحوا من أصبح يدفع الضريبة، ضريبة الحرية عن التعبير، هم الصحفيين، هم المحامين، هم الأطباء. يعني هذه الدكاكين السياسية أصلا لا معنى لها. طيب، قد تكون حزب أو شخصية قد يتعرض إلى المضايقات، لكن أنت لما تدخل العمل السياسي تعلم ماذا ينتظرك. طيب، إذا كنت قارع خمسة نجوم روح الخمسة نجوم وقعد في خمسة نجوم. طيب، يبقى معنا بالقاسم نايت صالح سعاد شايب الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة، تنضم إلينا عبر الهاتف. سعاد شايب، هل الجزائريون بحاجة إلى تضامن أكبر في رأيك؟ سعاد شايب، هل تسمعينني؟ لا يبدو أنها تسمعني. سعاد شايب، مصطفى بونيف، قد يتابعنا ربما مسؤول من هذه السلطة التي تنتقد ويراد تغيير
أو الانتقال الديمقراطي بعيدا عنها، ويقول عن أي تغيير تتحدثون أو عن أي تضامن تتحدثون. الجزائريين راهم لاباس عليهم، يعيشون في بلد فيه استقرار، واحة للاستقرار كما توصف، وأنتم فقط تأخذون في نقاش بعيد عن الشعب. الشعب راه لاباس عليه وراه معنا ويلبس الكرافات والكوستيم مثل ما قال أحد المتدخلين معنا قبل أيام من مدافعين عن السلطة. طبعا أنا قلت في المداخلة السابقة يبدو أن الخطوط يعني اليوم ليست على ما يرام، وهذا أيضا شيء يتطلب مننا أن ننقد أيضا أن ننقد هذه الاتصالات البطيئة والمتقطعة في ظل عصر ثورة الاتصالات. هارنا في ثورة الاتصالات وما نش قادرين نتواصلوا كما يتواصل بقية السكان العالم مع بعض البعض باستخدام هذه التقنيات التكنولوجيا الحديثة. طبعا الذي يقول بأن كل شيء على ما يرام ونحن بخير، طبعا في كثير من الجوانب لا نحن بخير، ولكن في جوانب أخرى لسنا بخير. فالمطلوب منا الآن يعني إذا كان مطلوبنا أن نطبل وأن نزمر وأن نرقص يعني ابتهاجا وفرحا بالشيء القليل المتوفر لدينا، نصبح الآن في حالة لا وعي، في حالة غيبوبة كما يراد لنا. نحن الآن مطالبون أكثر من أي وقت ماضي بأن نكون أكثر وعيا ونكون أكثر حرصا على أن تكون بلادنا من أفضل البلدان، وأن يكون المواطن الجزائري أفضل بكثير. يعني الناس الذين يتكلمون الآن يعني هل الصحة بخير؟ هل قطاع الصحة بخير حتى لا نحتج وحتى لا نتكلم وحتى لا يعني حتى في آخر الخرجات المضحكة المبكية أنه وزير الصحة بنفسه يعني زوجته ولدت في الخارج خارج مستشفيات جزائرية خاف عليها المستشفيات اللي هو مسؤول عليها، يعني المفروض هل التربية بخير في الجزائر؟ هل المدارس بخير؟ هل الاقتصاد بخير؟ هاي عندنا يعني حتى الطماطم بسعرها وصل إلى 200 دينار جزائري، يعني أصبحت بالنسبة للكثير من المواطنين الجزائريين البسطاء يعني الطماطم ولات مثل اللحوم يعني غالية ويمكن الوصول إليها. فعن أي كرافاتة وعن أي نعيم يتحدثون؟ يعني المطلوب منا دائما أن نقول نحن بخير ونحن نغرق. يعني المفروض أن تتاح الفرصة للشباب وتتاح الفرصة للإعلام أن يكون أكثر حرية لكي يضع يده على الجرح ويبينها ويقول ها وراء الجرح لكي نتضامن ونهب جميعا لمعالجة هذه المشاكل ومعالجة هذه القصور. لكن أن يراد لنا أن نبقى صامتين أو أن نطبل ونصفق لهذا الحال، فأعتقد بأن وضعنا أصبح مأساوي جدا. طيب مريم سعيدان يبقى معنا لو سمحت مصطفى مونيف. مريم سعيدان يعود إليك، هل الطبقة السياسية بخير؟ أنت في المعارضة، المعارضة من ناحية المعارضة بشكل خاص، يعني بدأ كأنها في فترة أنها بخير، مظافران الفيس مع الأرشيدي، تم تجاوز الكثير من الحسابات وحتى التخندقات الإيديولوجية، مرارات العشرية السوداء، الانقلاب، الدماء والسجن حتى الذين تم الانتخاب عليهم وغيرها، ثم برزت معطيات أخرى، أنانيات وحسابات وانتقادات لسلطة والجلوس في مجالسها. نعم، أولا يعني نجاوب لك أولا عن الجزائر، لك على طبقة سياسية. الجزائر اللي راه نقول أنها بخير، الجزائر اللي الصحفي يسجن فيها 15 يوم دون تهمة جزائر ليست بخير. الجزائر اللي الحراقة يموتوا على سواحل الإيطالية، يعني الزغام نتاع اللي فات نتاع سكان لابوينت، اللي يعني الأمهات الأكباد تاعهم محروقة، ليست بخير. الجزائر التي يعطل فيها العمل بالدستور ويقال أن هنا أمر الواقع، الجزائر ليست بخير. ومن هذا المنطلق أنا نروح لك على المعارضة، الأحزاب التي تقول أنها معارضة وتقبل سياسة الأمر الواقع ولا يعني أبدا يعني نائب في البرلمان يعني قدر يحفظ ماء الوجه نتاع كل برلمانيين ويستقيل، مع أنه هناك يعني تعطيل عمل بالدستور، هناك قاموا بانتخاب إنسان غير بطريقة غير دستورية وهما باقين في البرلمان ويهضروا قولانا نعرض. بالله عليك بماذا تعارض؟ هذه المعارضة هي معارضة للسلطة، يعني السلطة تمتلكها، هي تقوم
بصناعة الديكور للسلطة التي تتباهى به من الخارج. يعني هذا الموزايك، هناك سلطة ومعارضة داخل البرلمان، هذه السلطة، هذه المعارضة تمتلكها السلطة، ولكن السلطة المعارضة الحقيقية التي اليوم هي التي تعمل في أطر أخرى، يعني نحاول التغيير من الخارج. اليوم يعني الطبقة السياسية يجب أن تتجدد، ولا يمكن أن تتجدد حتى يعني. طيب، ولكن هل تجددت، ولكن هل تجدد الخطاب؟ هل تجدد الخطاب في هذه الطبقة السياسية في اعتقاد؟ نعم، هناك يعني بوادر، هناك بوادر لطبقة سياسية يعني راهي تبرز، ولكن ليس بالشيء الكافي. اليوم احنا في جيل جديد منذ يعني نشأت عنها، وحنا عندنا خطاب يعني ابدا ولم نحد عن مبادئ تاعنا. نحن عندنا مشروع مجتمع، عندنا يعني كفاءات داخل الحزب، ونحاول دائما ان نعمل مع شركاء اخرين. محمد، طيب ابقي معنا مريم سعيداني لو سمحت. انضم عاده الينا سعاد شايب الامين العام للنقابه الوطنيه المستقلة. سعاد شايب، هل تعتقدين أن الجزائريين متضامنون بالشكل الكافي في قمع الحريات وفي كل المجالات، في الحجرة، في مثلا الحريات النقابية وغيرها؟ والله السلام عليكم في البداية. السلام. ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. والله يا زميلي ما نراه حاليا من روح ووعي التغيير لدى الشعب الجزائري وانتمائه إلى أحزاب، هناك تعددية حزبية، هناك تعددية نقابية، شعارها كلها هو النضال، النضال من أجل التغيير، النضال من أجل تحسين الظروف الاجتماعية، الظروف السياسية، الظروف الاقتصادية لكل المواطنين. طبعا روح التغيير هذه والمبادرات التي يقوم بها خاصة شبابنا اليوم في جميع القطاعات، طبعا يعني هي شعلة أمل بالنسبة للشعب الجزائري، تدل على وعيه، تدل على حبه للتغيير، رغم أن يعني الوصايات، ورغم أن النظام قد قابل هذه الروح المحبة لجزائر أفضل ببعض من القمع والسجن، ولكن نحن شعب يعني قد ناضل وقد جاهد وقد يعني الجزائر معروفة بكفاحها، الجزائر والشعب الجزائري معروف بنضاله، الشعب الجزائري كما يقال راس خشيب، عندما يضع الشيء نصب عينيه يصل إليه، فنصل إن شاء الله. طبعا في جميع القطاعات هناك تغيير، هناك تجمع بالنسبة للنقابات، هناك تكتلات، هناك أيضا اتحاد بالنسبة لبعض الأحزاب، وهذا شيء يعني ما هو الا دليل على ان هذا الشركاء الاجتماعيين، هذه التعدديه الحزبيه، هذا التضامن من اجل صنع وسيله ضغط قويه على الدوله او على النظام او على الوصايات او على الوزارات من اجل تغيير الاوضاع التي يعيش فيها المواطن، سواء كان في قطاع التربيه، سواء كان في قطاع الصحه، سواء كان في قطاعات اخرى. الجزائر حاليا تشهد هذه الحركه سيدي. هل يمكن ان ترقى هذه الحركه؟ اشرت الى التاريخ، الجزائريين الذين يحبون التحرر، هل يمكن ان ترقى الى ما يمكن تسميه ربما وتسميته رمزيا فقط نوفمبر تغييري، نوفمبر ديمقراطي إصلاحي، نسميه ما شئنا؟ هل يمكن أن يرقى إلى ذلك بثورة سلمية تحقق ربما حتى دولة نوفمبر الأصلية نفسها؟ للشعب الجزائري أظن أن كل أشهره وكل أيامه نوفمبرية، نحن الثورة تسري في عروقنا. الشعب الجزائري بصفة خاصة والشمال إفريقيا أيضا بصفة عامة، عندنا هذا حب الحرية، حب الوطن، حب الانتماء. شيء جميل أنه أننا نريد التغيير، شيء جميل أننا نعمل من أجل التغيير، والأجمل من ذلك زميلي جمال الدين هو أننا نسعى إلى ذلك بطريقة سلمية، مهما قمعنا ومهما ضربنا ومهما سجننا ومهما حكمنا ومهما ظلمنا، إلا أننا وما تعلمناه من التاريخ وما تعلمناه من العشرية السوداء أننا نسعى دائما جاهدين كنقابات
كأحزاب وغيرها من أجل المطالبة السلمية، من أجل التحرر بطريقة ذات مستوى، بطريقة تليق بفكر الشعب الجزائري، بتطوره، بتضييته. الجميع يعلم أن طبعا، لكن في المقابل حتى الذين يحكمون السلطة يقولون ويعتقدون أن هذا الشعب معهم، حتى وأنهم مثلا مستعدون يتكلمون باسم الشعب أنهم الاستمراريين، وهم كذلك يتحدثون بالمناسبة باسم شرعية ثورية، ويعتقدون أنهم هم يمثلونها أصلا يعني. والله هذه سيناريوهات يعني ما تمشيش على الشعب الجزائري. ربما قد يعني مشات معهم في السابق كما كانوا يلقبونه جماعة بن ويلي. الشعب كان يضع ثقته ثقة كاملة في الحكومة، فكان كلما قررت الحكومة أو فصلت الحكومة في موضوع أو أصدرت قوانين أو بيانات، فالشعب كان يصفح. لذا سمي بشعب بن ويلي. لكن لا أظن أن يعني الشعب الحالي قد يبلى ما يقال أنهم مثلا مع كذا أو ضد كذا، أو هم فقط يعني وكأنه النخبة هذه كما قالتها الزميلة منذ قليل، هذه النخبة أو الوصاية يعني على رأس النظام يعني تضحك على نفسها، أو تضحك جعلت منا أضحوك الشعوب الأخرى تضحك علينا، لكن باش تضحك على الشعب الجزائري مستحيل. نحن شعب حر أبي، نسعى إلى تغيير من أوضاع الشعب الجزائري، نحب الخير لبلدنا بطريقة سلمية. طيب، نسعى إلى ذلك بطريقة سلمية، وإن شاء الله سنصل بفضل جهودنا وشبابنا وحبنا لجزائرنا الحبيبة. شكرا جزيلا لك سعاد شايب، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة. الوقت يداهمنا. سي بالقاسم، أستاذ بالقاسم نايت صالح، ما رأيك في الأخير؟ هل أنت متفائل بهذا التفاؤل؟ يمكن، هل يمكن فعلا أن يمضي هذا الحراك، هذا التضامن من كل الاتجاهات إلى تحقيق هذا الهدف؟ هو أكيد يعني لولا تفاؤل بغد أفضل الإنسان لا يقحم نفسه في هذه النضالات، ولكن حتى نصل إلى الغاية والمبتغى لابد على كل جيل أن يأتي في بناء الدولة الجزائرية إن شاء الله العصرية، دولة القانون الذي يكون لها قضاء مستقل. يعني أنا متفائل وأقول أكد لك أنه مهما طال الوقت ومهما تم القمع ومهما، الجزائر سوف تكون ديمقراطية، حب من حب وكره من كره، الجزائر سوف تكون ديمقراطية. ولكن الاتجاه فيما يبدو الاتجاه هو الاستمرارية، العهدة الخامسة كما يتردد حتى، أو شكل آخر من الاستمرارية لنفس المنظومة. إذا كان يعني هذا لا ينفي، أنا أقول لك نأكد لك حتى نجاوبك، لا توجد أي قوة في الأرض ما عدا قوة الله سبحانه عز وجل أن تقف في وجهي وفي طريق المجتمع. الإنسان العاقل يفهم بأنه ما كاش هناك أي قوة تقف أمام طموح وتطلعات المجتمع. شكرا جزيلا لك بالقاسم نايت صالح، محامي الناشط الحقوقي، عاد إلينا عدلان ملاح. أرجو أنك تسمعني الآن، تفضل بإكمال فكرتك. كنت تقول أنك تكبر وتقول الله أكبر على كل الذين تضامنوا معك، وأنه لولا هؤلاء لبقيت في السجن لسنوات كما كنت تقول. نعم بالتأكيد، لولا تضامن جميع أطياف الشعب الجزائري، لولا تضامن الصحفيين الحقوقيين السلمين، لولا تضامن الزواولة، لولا تضامن الشعب بكل أطيافه معنا لبقيت في السجن لمدة 7 سنوات عادي. التهم اللي كانت عندي كانت تهم جد خطيرة، أنا كنت متهم بالحصول على تسجيلات صوتية بدون إذن أصحابها، كنت متهم بتصوير مؤسسات رسمية، كنت متهم بالسب والشتم والقذف والتهديد والتشهير والمساس بالحياة الخاصة وغيره، تهم خطيرة جدا مع أني لم أرتكب جزء من 100 منها. كان أمر عادي جدا أني نكون في الحبس 8 أو 9 سنوات، عادي جدا، ما نشوفهاش أمر خطير، لأنه الناس هذو ما خلاص وصلت الدرجة لي لا إله إلا محمد ربي محمد رسول الله. وبالتالي أنا أشكر كل أطياف الشعب الجزائري، وما حدث في قضيتنا جميعا هو درس لهذا النظام، هو درس لهذه السلطة،
هو درس لهذا السلطة أنه الشعب الجزائري قادر يتضامن. اليوم المطلب بتاعنا أنه الشعب الجزائري ما يتضامنش مع قضايانا الشخصية بل يتضامن مع قضية وطن. معليش عدلا من ناحية يكون في الحبس ولا أي واحد يكون في الحبس أمر عادي، ولكن يجب على الشعب الجزائري اليوم أن يتضامن مع قضية الوطن، أن يتضامن مع قضية وطن ينهب، أن يتضامن مع قضية وطن أصبح مسخرة أمام الناس، أن يتضامن أمام وطن وجمهورية. هذا هو المطلب الوحيد. لماذا لا نتضامن من أجل جزائر قوية، من أجل اقتصاد قوي، من أجل الكف عن الفساد، من أجل إبعاد رجال المال السياسة؟ أو المطلب نتاعي. طيب هل أنت كنت تقول الذين من أمر بسجنك ومن طلب منك، قلت بأنه صرحت بأنه طلب منك مهاجمة مؤسسات أخرى في الدولة. نعم نعم نعم، طلب مني عن طريق إنسان يملك شيء يشبه مجمع إعلامي، يعني يعرف مجمع إعلامي ولكن مش هو مجمع إعلامي ولا يمارس الإعلام، طلب مني مهاجمة جهاز المخابرات لصالح مؤسستين ولا جهازين في الدولة الجزائرية في إطار صراع الرئاسيات. هذا ما طلب مني، هذا ما ذكرته عند الضبطية القضائية الدرك الوطني، عند وكيل الجمهورية، عند سيد قاضي تحقيق. كل ما طلب مني أملك أدلة مادية عليه. أنا لا أدخلوني في صراعات كما هذه، أنا لا أهاجم. طيب يعني أنت طلبوا منك تهاجم المخابرات؟ نعم للدفاع عن أي جهة؟ للدفاع عن أي جهة؟ للدفاع عن جهة أمنية أخرى. في الوقت الحالي سرية التحقيق وما شابه تمنعني قانونا أن نقول، ولكن مفهوم جدا الجهة الأمنية مفهومة جدا. طيب وواضح، ولكن أنت كذلك تهمت بأنك تهاجم تلك الجهة إنذاك مع على خلفية قضية البوشي. لا ماشي الجهة هذه، لا لا أبدا ماشي الجهة هذه، الجهة الأمنية هذه عمري ما كتبت عليها. طيب عمري ما كتبت عليها. وأنت تقول على كله 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 على خلفية الانتخابات الرئاسية. ما هو الرهان؟ ما هو الرهان؟ العهدة الخامسة؟ والله الرهان يمكن أن يكون عهدة خامسة بالرئيس الحالي، ولا يمكن أن يكون عهدة خامسة بروح الرئيس، يعني بشخص من محيطه. طيب يعني انه فمن كلامك ان المخابرات عندها مرشح او عندها سيناريو او عندها اتجاه، بينما الجهه الاخرى التي طلبت منك الدفاع عنها ومهاجمه المخابرات لها سيناريو او خيار اخر، العهده الخامسه او شخص اخر محسوب على الرئيس او على الرئاسه؟ لا شوف، لا اظن شيء هذا. اظن انه كل مؤسسات الدولة حاليا متفقة على الخيار نتاعها وماشية في نفس الخيار. لا أظن أن هناك مؤسسة يعني حادت على خيارهم، ولكن المشكلة هي صراعات شخصية ورغبات نتاع مسؤولين صغار أنهم يركبوا الموجة ويتحصلوا على مناصب أخرى. يعني صراع بين مسؤولين، بين مسؤولين ساميين، كل واحد حاب يدي بلاصة خوه، حاب يلفق تهم الخوه وما شابه. يعني لا أظن أنه جهاز المخابرات قرر ولا قرر يمشي مع مرشح آخر. يعني نظن أنه كل مؤسسات الدولة ماشية في نفس الخيار. طيب. هذا منظوري وهذا ما نظنه. في رأيك ما هذا الخيار؟ ما هذا الخيار في رأيك؟ الخيار إذا مكنهم ربي باش يمشوا العهدة الخامسة حيمشوا، وإذا ما مكنهمش ربي باش يمشوا العهدة الخامسة حيكون مرشح من المحيط الرئاسي نتاعهم. هذا أمر ليهم منطق وواقع وأمر سيجسد بالضرورة. ولكن هل الأمر هذا في مصلحة الشعب الجزائري وفي مصلحة الجزائر؟ هنا الإشكالية وهنا السؤال. هنا اللي نطلب من كل جزائري أنه يفكر في مستقبل الجزائر الخمس سنوات القادمة، للعشرية القادمة، يفكر في مستقبل وطنه. لأن الوطن هذا إذا زاد ضاع راهي كارثة. كي نوصل صراع مؤسساتي هذا أمر كارثي. كي تهاجم مؤسسات الدولة بضراوة هذا أمر كارثي. كي يولي إنسان مدني يأمر باعتقال الناس ويشوه الناس والناس تمشي للحباس هذا أمر كارثي. كيكون إنسان مدني يتصل بي ويقول لي عدلان نمشي في هذا الطريق وإذا ما مشيتش نديك للحبس، ومن بعد تثبت الرواية ويديني صح للحبس، هذا أمر كارثي أيضا. طيب هذا طيب. أمر كارثي. كثير من الجزائريين كذلك كانوا معك في السجن، هذو الفنانين أبو عكاز، رضا سيتي، ولاعب دوب. هل عندك أخبارهم؟ نعم، هذو قبل 25 نوفمبر أغلبهم
قبل 25 اكتوبر كانت علاقتنا مع بعضنا سيئه جدا، علاقتنا سيئه جدا، ولكن بعد 25 اكتوبر هذا الناس ولاوا خاوتي، هذا الناس انا متبني قضيتهم ومتبني الدفاع عليهم. انا متبني الدفاع على اخونا رضا سيتي ساز اللي اتهم بالزور وبالباطل انه زور عمله نقديه، وهذه العمله بالوثائق وبالاثباتات كانت لانتاج تلفزيوني تم عرضه في رمضان، هو انتاج الخاوه مسلسل الخاوه، منتج عماد هنودة يعترف انه هذا الاوراق هو اللي طبعها ولصالح انتاج تلفزيوني، والاخ رضا سيتي ساز اليوم يقبع في السجن، وبنته مسكينه 14 سنه انيا رايحه اون ديبرسيون، الطفله هبلت ومريضه. خونا كمال بوعكاز ما عنده حتى تهمه، أفر تهمته الوحيده انه قال انه بطاش ظلمه، هذه هي تهمته الوحيده، بطاش حقرني، هذا واش قال، هذا واش قال خونا كمال بوعكاز. واليوم عنده ثلاث بنات مساكن كلهم اونيتا ديبريسيف، كيشوفوا باباهم يهان مباشره في القنوات. خونا هواري بوخرس مواطن جزائري والله العظيم غير يمثل الجزائري، وهو هو هو مربط الفرس في القضيه نتاعنا، انسان ضوالي، انسان يتشبه لكل الجزائريين، هو 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 اخو هو اخ للتوضيح، هو اخ امير ديزاد، هو امير بوخرس، هو اخ امير ديزاد، وجريمته الوحيده انه اخو امير ديزاد. يا جماعه اذا عندكم مشكله مع امير ديزاد جيبوه، ولا انتم دوله علينا وباش ماكمش دوله على برا، انتم تقدروا تهزوا عدنان منا على خاطرش في الجزائر، روح صفي حسابك مع امير، لا تصفي حسابك مع هواري طيب بوخرس. هناك كذلك لاعب دوب كذلك، ماذا عن قضيتي؟ لاعب فوضي الدوب، لاعب فوضي الدوب، انا ملي تلاقيته هو يبكي لليوم، الاخر يوم اللي رايح، فوضي الدوب غاسته عمره، فوضي الدوب مرته مريضه بالكونسير، مرته في حاله نتاع موت مرته، الحاجه الوحيده اللي كانت شغلاته انه مرته مسكينه راهي في فرنسا تعالج من السرطان، وبنته ما كانش معاه من تقعد. خافوا ربي في ولاد الشعب، هاو الرساله لهذه السلطه، خافوا ربي في ولاد الشعب، الناس هذه ما دارت والو. فضيل دوب جريمته الوحيده انه تلاقى هواري بوخرس في زيرالدا، وشفوا هواري بوخرس اللي كان يبات في كولوني جاي يجوز ثلاث ايام صيف، هز عطالو مليون. هو فضيل دوب يحكي لي يقول لي مديت له مليون برزايتي، يقول لي شفني، يقول لي كي شفته شفني غاضني. هل هذه جريمه اني نعطي الانسان زوالي مليون؟ مليون تهزني عليها وتهزني 30 يوم للحبس و40 يوم على هذا المظلمة؟ علاش الظلمة ويتم مؤسسات الدولة؟ علاش هذا الظلمة يورط في الدولة الجزائرية وفي مؤسساتها؟ هذو كاع ناس زواولة، هذو كاع ناس مساكن، ربي يعلم بالمشاكل اللي عندهم. خونا كمال بوعكاز اليوم ثلاث بناته اليوم كنت نهضر مع مرته، تروح تشوف الحالة نتاع بناته والله العلي العظيم غير يغيظوك. انا وش مشكلتي، وش ذنبي انه ولدي في كرش امه يطيحوه بحملات شويه؟ انا وش درت لكم؟ مشكله هنا، المشكله انه الناس هذو، مش مشكله انك تديني للحبس، عادي تديني للحبس، الحبس تاعك ما نخافوش ومانيش خايفه، والحمد لله الحبس هو المؤسسه الوحيده في البلاد هذه اللي ما تظلمش فيها وما تحقرش فيها، المؤسسه الوحيده اللي تحترم قوانين الجمهوريه. اديني للحبس، علاه تضر لي مرتي؟ علاه تبكي لي مرتي وولدي؟ علاه تبكي مرت كمال بوعكاز ولا مرت فضيل دوب؟ وش داروا الناس هذو؟ علاه تصورني انا مقيد بالاغلاق باه غدوه ولدي يشوف تصويرتي؟ مش لي مجرم، انا ندافع على وطني. طيب عدلان ملاح، الوقت للاسف يضغط علينا، يعني كنا نحب نواصل في هذا النقاش ولكن للاسف الوقت يضغط علينا. انت تم اطلاق سراحك والافراج عنك في انتظار محاكمه، المحاكمه تاعك اليس كذلك؟ نعم، انا كنت نتحدى فيهم يحاكموني، انا نتمنى انه يحاكموني غدوه، انا اتمنى انه هذه الناس تحاكمني غدوه، حاكموني باش نعت للشعب الجزائري، ما حد راكم تحاكموني باسم الشعب باللي كل تهمكم باطله. حاكمني، انا نتمنى انه يحاكمني غدوه، نتمنى انه غدوه يحاكمني، انا مانيش مجرم وما درت حتى حاجه ضد اخلاق مهنتي، انا صحفي تعرضت للتعذيب من اجل ذكر مصادر معلوماتي ولم اذكر اي مصدر. انا صحفي قلتها ونعاودها، كاع اللي كتبت عليهم عندي ادله على فسادهم، على نهبهم للمال العام، ونتحداهم ونتحدى اي واحد في الدوله هذه انه يثبت انه ظلمتهم، نتحداهم. والحمد لله الشعب الجزائري وقف معانا، هذه اكبر رساله. الحمد لله خاوتنا اللي في المهجر كيما انتوما في المغاربيه وقفتوا معانا وكنتوا في المهجر، خاوتنا اللي كانوا هنا في الجزائر وقفوا معانا، فنانين وقفوا معانا، خالتي بوعلام كانت واقفه معانا وغيرها،
فنانين، صحفيين، حقوقيين. الحمد لله بلادنا فيها الخير وفيها الرجال، والله ما رانا خايفين حباسهم، والله مستعدين لها في اي مرحله من المراحل.